طيب النهارده تصوير المباراه بالتاكيد هيكون فيه اهتمام كبير جدا، لان الاتحاد الافريقي على فكره عمل شيء مختلف تماما خلال هذا العام من حيث فكره تصوير المباريات وانتاج المباريات. حصل اجتماعات مع المسؤولين في مصر والمسؤولون في تونس بشان انتاج المباراه والبث الفضائي وعدد الكاميرات، لدرجه حتى ان الاتحاد الافريقي كان اتفق مع مخرج برتغالي دايما بيتعاقد معاه عشان يخرج المباريات النهائيات الخاصه بالمسابقات الافريقيه، هو اسمه حتى اخوان، وكان اخرج قبل كده العديد من المناسبات الافريقيه اللي نظمت في مصر في السنوات الاخيره. ولكن حسب المعلومات اللي عندي ان الجانب التونسي ما حصلش اتفاق مع الاتحاد الافريقي في مساله الاخراج التلفزيوني، وهيكون مخرج مباراه اليوم هو مخرج تونسي. بالاضافه الى ذلك الاتحاد الافريقي كان طلب حوالي 28 كاميرا عشان تنقل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا سواء في الذهاب او في الاياب. حسب معلوماتي هنا في لقاء العوده يمكن تم توفير كافه متطلبات الاتحاد الافريقي في مساله انتاج وتصوير واخراج لقاء العوده اللي هيتلعب في استاد القاهره ان شاء الله يوم السبت 25 مايو. ولكن في لقاء الذهاب اللي هيتلعب النهارده على ملعب حماد العقربي في رادس، التلفزه التونسيه او التلفزيون التونسي يعني كان وفر حوالي 17 كاميرا. الاتحاد الافريقي عايز على الاقل من 25 ل 28 كاميرا، فعلى هذا الاساس تم توفير وحدات اضافيه بتقترب من حوالي 8 كاميرات. وزي ما انتم شايفين على الشاشه يمكن دي لقطات خاصه جايه من تونس النهارده صباحا بخصوص الكاميرات اللي متواجده عشان تصور المباراه. في على فكره كاميرات مثبته جنب الشباك بتاعه المرمى، في النهارده سياره خاصه بالفار طبعا للشركه المنتجه لتقنيه الفيديو مع الاتحاد الافريقي. كمان هيكون في وحدات متعلقه، اهي دي الكاميرا اللي هتبقى مثبته بجوار الشباك سواء يعني المرمى اللي على اليمين او المرمى اللي على اليسار. بنتكلم النهارده 25 كاميرا هيتم تصوير بيها لقاء الذهاب. طبعا الدرون اللي احنا شفناه امبارح واللي كان لفت انتباه الجميع، عايز اقول لكم معلومه، يمكن الدرون ده متعلق بشغل الديجيتال والسوشيال ميديا بتاعت الاتحاد الافريقي على فكره. يعني الدرون اللي كان موجود امبارح، هيدي لقطات اللي التقطتها كاميرا قناه الاهلي بالامس من ملعب رادس. الدرون ده على فكره معلومه لحضراتكم، ده ادوات خاصه بالاتحاد الافريقي عشان شغل الديجيتال والسوشيال ميديا. وطبعا هو الجزء التوقيت الخاص بالتصوير اثناء التدريب الرئيسيه هي اول 10 دقائق ربع ساعه، ولكن طبعا يمكن الناس في السوشيال ميديا وفي الديجيتال بيحاولوا بيستعدوا للمباراه، ولكن الامر انتهى ما كانش فيه اي مشاكل. النهارده هتلاقوا على فكره كاميرات كمان هتكون موجوده مع الاهلي ومع الترجي، يعني النهارده انت هتشوفوا في البث الحي للمباراه التلفزيون التونسي بيستعد لنقل بث مباشر للفرقتين وهما بيتحركوا من فندق الاقامه لغايه ملعب التدريب. وحده تيفيو هتكون مع الاهلي، وحده تيفيو هتكون موجوده مع الترجي التونسي. في كاميرا هتكون في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، فيما يقرب من حوالي 19 20 كاميرا في ارضيه الملعب، فيما يقرب من حوالي 10 كاميرات مع تقنيه الفيديو. النهارده هيكون موجود على تقنيه الفيديو الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، بالاضافه الى الحكم الدولي الجزائري اللي هيكون حكم صفاره الجزائري مصطفى غربال. بالاضافه لكده لقاء العوده ان شاء الله هيكون نفس عدد الكاميرات ما لا يقل عن 25 كاميرا. التصوير اللي هيتم بكره في نهائي الكونفدراليه زمالك نهضه بركان هو الشكل التصميم اللي هيتصور بيه لقاء الفاينل ما بين الاهلي والترجي التونسي يوم 25 مايو الساعه 8 على استاد القاهره الدولي. طبعا كان في كاميرات هتكون موجوده في غرف خلع الملابس، في كاميرات موجوده على دكه البطلاء، ودي كاميرات خاصه بشغل الديجيتال والسوشيال ميديا للاتحاد الافريقي. طبعا كان في اعتراضات امبارح في الاجتماع الفني سواء من الاهلي او من الترجي، ولكن في النهايه يمكن خلاص اتعودنا على الشغل الفني ده اللي تم في السنوات الاخيره. لما رحنا كاس عالم انديه في المملكه العربيه السعوديه كان في نفس الادوات ونفس التصوير عشان شغل الديجيتال والسوشيال ميديا. نفس الامر حصل في اهلي وزمالك فاينل نهائي القرن عام 2020، شفنا الكواليس اللي على دكه البدلاء سواء للاهلي او حتى لفريق الزمالك. فيعني كانت في تفاصيل ليها علاقه بالامور الفنيه او الفنيه اكتر داخل اوضه اللبس، ايه بيتصور ايه ما بيتصورش، ولكن في النهايه نتمنى النهارده نشوف تصوير واخراج متميز مبدئيا كده عشان